our lesson today. Order of numbers up to 499. Şu an ne han? Anna 135. Anna hel bitmesi lil 100. Han anna 10, 10, 10. Anna sar anna 3 tens. Han anna 1, 2, 3, 4, 5. Fasar anna 135. Kemal nefsi şey ha? Anna 100, 100. Sar anna 200, 200. Han anna 10, han anna 1, 2, 3. Sar 13. Fasar 213. طيب شو بتمثل هالإشارة؟ بتمثل إنه بتدل إنه النمبر الموجود هون هو larger than من النمبر الموجود هون، يعني هو أكبر. يعني هالإشارة بتمثل إنه النمبر الموجود هون هو أكبر من النمبر الموجود هون. ففينا نحفظ شكله إنه دائما النمبر الموجود هون هو بيكون الأكبر، النمبر الموجود هون هو بيكون أصغر من النمبر الموجود هون. طيب لكن 213 هي larger than من ال 135، يعني هي أكبر من ال 135. خلينا نحل exercises مشان نفهم الدرس أكثر. أنا بال exercise 1 عمل لي complete by using one of the signs أنا larger than, smaller than or equal. طيب يعني بدنا نقارن نمبر، يعني نشوف مين الأكبر، بدنا نشوف مين الأصغر، أو بدنا نشوف إذا هن بيساووا بعض. هون عنا 237 وهون عنا 239. طيب كيف فيني أعرف مين الأكبر ومين الأصغر، يعني مين smaller than ومين larger than؟ كيف يعني مين smaller than من النمبر التاني ومين larger than من النمبر التاني؟ كيف فيني أعرف هالشي؟ أول شغلة لازم نعملها لازم نتأكد إنه عدد الخانات تاعيتهم قد بعض. اثنيناتهم هون عنا 100 وهون عنا 100. فاثنيناتهم عندهم نفس عدد الخانات. هلا شو بنعمل؟ نيجي على آخر خانة من جهة اليسار، يعني يلي هي هون هي ال 100. هون عنا بال 100 شوفي بال 100 في 2، وهون كمان شوفي عنا 2، فقد بعض. عنا هون 2 هون 2 قد بعض. فمننتقل هلا لهون، مننتقل عند التانس، نجي عند التانس هون في 3 وهون في 3 كمان قد بعض. فشو بنعمل؟ ننتقل عند الوانس، هون في 7 وهون في 9، وال 9 هي اكبر من 7، يعني 239 هي larger than من 237، يعني هي الاكبر. فشو بدي احط اي اشاره؟ بنحط هيدي ولا هيدي ولا بنحط ايكوال؟ اكيد فبنحط هيدي الاشاره بتدل انه النمبر الموجود هون هو اكبر، فلازم نحفظها نحن دائما انه هالاشاره بتدل انه النمبر الموجود هون هو اكبر، هو larger than من النمبر الموجود هون. نيجي لهون نفس الشغل حنشتغله هلا، بدنا نشوف مين الاكبر ومين الاصغر. هون عنا 352 هون عنا 346. مثل ما حكينا أول شغلة بنتأكد من عدد الخانات، عدد الخانات، يعني هون عنا 100، هون عنا 100، بنتأكد من هالشغلة. هلأ بنجي على آخر خانة من جهة اليسار اللي هي هون شو؟ هي ال 100. هون عنا 3، هون شو في عنا؟ كمان عنا 3، قد بعض بيساووا بعض. فشو بنعمل؟ ننتقل لوين؟ ننتقل عند التانس، ننتقل عند التانس. هون في 5 وهون في 4، وال 5 هي أكبر من 4، يعني 352 هي larger than من 346. فشو بنحط أي علامة؟ هالإشارة، هالإشارة بتدل إنه النمبر الموجود هون هو أكبر من النمبر الموجود هون. مثل ما حكينا فنحن لازم نحفظ شكله، انه دائما مثل ما شايفين مثلا فينا نحفظ انه بس يكون انه في مسافة من هون لهون، مسافة كبيرة من هون لهون، فهذا بتدل انه النمبر الموجود هون هو اكبر من النمبر الموجود هون. تمام، فينا نحفظها، حفظ هالشغلة.
هلا بننتقل لهون عندنا 487 هون عندنا 407 كمان نفس الشغل بدنا نشتغله هلا بنعد عدد الخانات بنتاكد من هالشيء عندنا هون ones tens hundreds هون كمان نفس الشيء عندنا ones tens hundreds بنتاكد من هالشيء هلا شو بنعمل بنروح على اخر خانه من جهه اليسار اللي هي شو ال hundreds هون شوفي في 4 هون شوفي كمان في 4 بقد بعض فشو بنعمل هلا ننتقل لوين ننتقل عند ال tens هون في 8 وهون في شو في 0 وال 8 هي اكبر من 0 ومزبوط يعني ال 487 هي larger than من ال 407 هي اكبر فشو بنحط اي علامه اي اشاره هالاشاره بتدل انه النمبر الموجود هون هو اكبر من النمبر الموجود هون تمام ففينا نحفظها حفظ مثل ما قلنا انه بس يكون في مسافه اكثر بين هيدي وهيدي يعني بتدل انه هون هي الاكبر النمبر الموجود هون هو اكبر من النمبر الموجود هون نيجي لهون كمان نفس الشغل بس هون عندنا addition يعني هون عندنا 200 plus 50 وهون عندنا 280 بدنا نشوف مين larger than ومين smaller than يعني مين larger than من النمبر التاني او مين smaller than من النمبر التاني طيب فينا من دون ما نعمل لهم addition يعني بدون ما نجمعهم فينا نقارنهم ليش؟ انه مثل ما اتفقنا هون عنا tens وهون عنا hundreds فبنجي هلا على خط ال hundreds هون عنا 2 وهون عنا 2 طيب لو هون ننتقل هلا عند ال tens هون في 8 وهون شو في 5 وال 8 هي اكبر من 5 يعني 280 هي larger than من 200 plus 50 هي اكبر فبنحط هذه الاشاره هي بتدل انه النمبر الموجود هون هو اكبر من النمبر الموجود هون طيب نيجي لهون هون عندنا 384 وهون عندنا 300 plus 80 ال 300 يعني ال 3 كانه موجوده بال 100 وال 8 كانه موجوده بال 10 ومظبوط عندنا 80 ال 80 يعني ال 8 موجوده بال 10 فمن دون ما نعمل لهم اديشن فينا نقارنهم مع بعض نيجي لهون هلا لعند ال 100 هون عندنا 3 وهون عندنا 3 قد بعض لو ننتقل هلا عند ال 10 هون عندنا 8 وهون عندنا 8 كمان بيسووا بعض هلا وين بننتقل عند ال 1 هون عندنا 4 وهون شو كانه في 0 ما في شيء وال 4 يعني وال 4 هي اكبر من 0 يعني 384 هي الاكبر فمنحط هيدي الإشارة هون بتدل إنه النمبر الموجود هون هو أكبر من النمبر الموجود هون نيجي لهون كمان نفس الشغل نيجي لوين دائما نجي منبلش بال 100 منبلش بآخر خانة آخر خانة اللي هي ال 100 هون عنا 2 هون عنا 2 يعني هون عنا 200 هون عنا 200 طيب ننتقل هلا عند ال 10 هون عنا 6 وهون عنا 5 هي هون 60 وهون 50 بس هي هون فينا نعتبرها 6 tens هون 5 tens انتبهنا وال 6 هي اكبر من ال 5 ما اتفقنا هون 6 tens وهون 5 tens وال 6 هي اكبر يعني هذا النمبر هو الاكبر فشو بنعمل؟ نحط هالاشاره هالاشاره بتدل انه النمبر الموجود هون هو اكبر من النمبر الموجود هون فخلينا نحفظ الاشاره هيدي انه دائما بس نحط هيك إشارة يعني النمبر الموجود هون هو بيكون أكبر من النمبر الموجود هون خلصنا من exercise 1 هلا بننتقل على exercise 2 شو عملي؟ عملي write the number that is between the two given numbers يعني عنا هون two numbers نشوف النمبر الموجود بيناتهم عنا هون 163 هون 165 شو في بيناتهم؟ في 160 شو في بين ال 3 وال 5؟ شو في بعد ال 3؟ في 4 يعني 164 طبعا هنا كمان نفس الشيء هون عندنا 409 411 عندنا شو في بيناتهم؟ عندنا 400 شو في بعد ال 9؟ في 10 يعني 409
410 411 هيك نحن نكون جاوبنا على الاكسرسايز 2. هلا بننتقل على الاكسرسايز 3. شو عامل لي؟ عامل لي arrange the given numbers from the greatest to the smallest، يعني نرتبهم، معنا مجموعه من الارقام نرتبهم من ال greatest، greatest يعني من الاكبر، لا to the، لوين؟ لل smallest، للاصغر، يعني نرتبهم من الكبير للصغير. طيب شو بنعمل؟ اول شيء بنتاكد من عدد الخانات. هون عندنا 1 stands 100، 1 stands 100، 1 stands 100، تاكدنا انه من عدد الخانات كلياتهم نفس عدد الخانات. هلا شو بنعمل؟ بنبلش باخر خانه من جهه اليسار، يعني اللي هي ال 100. هون في 4، هون 4، وهون 3، يعني ال 3 مستحيل تكون هي الاكبر لانه ال 3 هي اصغر من 4، فمن يعني منشيلها، بنبلش بهدول، لكن بنقارن هدول الاثنين مع بعض. عندنا هون 4 4 قد بعض. هلا هون بننتقل على التنس، هون عندنا 2 وهون عندنا 4، وال 4 هي اكبر من 2، يعني ال 449 هي اكبر وحده فيهم، فبنكتبها اول شيء 449. ليش بنكتبها اول شيء؟ لانه هو طلب منا نرتبهم من الكبير للصغير، فبنكتب اول رقم اكبر رقم، بنشطبها مشان ما نكتبها مره ثانيه. هلا شو فضل عنا؟ فضل هذا النمبر وهذا النمبر، كمان نفس الشيء، بنبلش بال 100. هون عنا 4 وهون عنا 3، وال 4 هي اكبر من 3، يعني ال 425 هي اكبر من ال 312، فبكتبها بعدها، فبنكتبها هون. طب هنا مين فضل اخر شيء؟ فضل 312، فبكتب اخر شيء. بهالشكل نحن شو عملنا؟ رتبناهم من الـ greatest to the smallest، يعني من الكبير للصغير.